عضوين، معلش، عضو أنثى وعضو رجل. يعني في رجال عندهم رحم بيقدروا يجيبوا أولاد. يعني في كتير أنواع من البشر، البشر مو بس رجل وامرأة، كتير أنواع من البشر. إحنا بس لنفتح عيوننا ونسمح لدماغنا شوي إنه يتحمل أفكار جديدة إحنا ما متعودين عليها وماربين عليها، رح تشوف قصص ما رح تصدق إنها هي موجودة بالحياة وحياة الله. يعني في مسلم، في أنا شفت مرة على صفحة على فيسبوك مسلمين مثليين، مسلمين كتير مسلمين كمان، بس مثليين معتبرين إنه هذا الشيء ما إله، وعاملين فتوى. وعلى فكرة مو بس مسلمين بمعنى المسلمين بس بالاسم أو الشيء، لا، مسلمين متدينين، متدينين كشيء كتير مسلمين متحجبة. أنا صدمت، أنا طلعت هيك قلت واو، عن جد الواحد ما لازم يكون ملحد حتى يكون مثلي. هلا هاي افكار لسه كثير كثير بعيده عن هلا اللي علينا عم نطرحها، لانه احنا اول شيء نستوعب نعطي حريه لقدامنا، ونستوعب ثاني شيء انه ايه في بنت وبنت وفي رجل ورجل، بعدين نستوعب الامور الثانيه. بس ايه الطفل قبل ما رح يتاثر، لانه صدقني العائله المثليه رح تعطي حريه للطفل اكثر من العائلة الرجل والمرأة اللي متعصبين الفكرة، ورح يقولوا له يعني خلوه يختار هو شو حاسس. وصدقني كتير أنا مدرستي كان في كتير أهالي مثليين، ولكن عادي حبوا جنس مختلف، ما حبوا نفس الجنس منه، يعني ما أثر عليهم أبدا. وعكبرة بس إلا ما يكون له تأثير، تأثير إنه هم يعطوا حرية لقدامهم بشكل أكبر، لأنه محترمين من الأساس إنه كل بيت فيه أساس الحرية. غير هيك ما عندهم أي تأثير ثاني. وأنا شوف ماشي، شكرا لها، تحياتي. بس سؤال. بس خليني أسأل أنا، قاعد أحكي شوي، أنتوا حكيتوا كلياتكم، شكرا لكم. أبو جورج مش ما عم تعطي مجال أبدا. أنا ما بعطيك مجال أبدا، أنا أيسوني مستبد إقطاعي، ماشي؟ بعد إذن. ماشي؟ أنا هلا 43 دقيقة ساكت، ما حكيت كلمة واحدة. ماشي؟ معلش أبو جورج، أنا حابة أسمع سؤالك. تفضل سؤالك يا سيد كاميرون. صديقي، لا تفتح الغرف. يا ترى ما أنت عم تخليني أحكي هيك، لأنه سؤال ما بيخلص السؤال سيلتك يعني. تفضل سؤال. أبو جورج، نحن نسأل أسئلة بس أنت مشكلتك ما عم تسأل، عم تشرط شي نص ساعة، يعني عم بفرض لك عليك، فردت شي لا تقبله، ماشي؟ تفضل سؤال سؤالك بسرعة. تفضل سؤال. خلينا عم نحكي كلياتنا سوا. صراحة والإنسان عم يستفسر. هلا هو عم يستفسر على أمور أنا بعرف شيتها وما يمكن شافها، فشي طبيعي طبعا. بخصوص الموضوع اللي حكيت إنه في ناس متدينين في ناس شوف سؤال غبي. ما بيتعارض فعليا. تعالك شغله، قرأ القرآن ودور لي، يعني ما بعرف، ما في هالأول شو منها كيف فاتوها وكيف طلعوا بالقرآن شغلات إنه صار يحطوها إنه إيه ليكم مسموح فيها مثلية وهيك. بس أنا بتمنى إنه هذا الشيء كمان يوم ما يتعارض مع الدين، إنه الإنسان يقدر يعيش دينه بدون ما يحاول يصير ملحد لحتى يعني مثلي. بالعكس بتمنى إنه عكس، إنه لا يكونوا كمان عندهم أديانهم يعيشوا. لا ما لازم، ما شرط ابدا، صدقني ما شرط. الدين بالنهايه بقلبك. كمان ما هو الملحد لا يعني صح اوكي تمام. لا هلا اذا انت ما بتعرف انواع الالحاد فهون مشكله يعني. لانه كلامك مستفز صراحه. معلش ما يعتبر هذا الإنسان جاهل بالمسلمية وحاب يستفسر فيها مشكلة. يا ربي يا إلهي يا مولاي، شو سوي؟ واحد يسأل سؤال عشان إنه يعرف سوى شوي. أنا علقت على الإلحاد أنواع
الالحاد عم تحكي على الملحدين ولا ديني كانهم يا كاميرا انت شو بدك انت بس مستفز لانه انت صوتك مستفز لانه انت عم تعتمد على معلومات كثير غلط وكيف غلط مثلا انا كانسان فيني اعتبر حالي انسان مرغوب انا ما بعتبر انه هالايام طيب ماشي معلومه الالحاد له اربع مدارس هن الربوبيين اللادريين واللادينيين عندك ملحدين سلبيين وعندك ملحدين ايجابيين هاي اعطيتك باب انت تروح تتوسع فيه بتقدر تحكي فيه اما انه مجرد انا احكي لانه بدي احكي كثير غلط اسلوبك والتعالي لا هي لا عم تتعالى ولا كاميرون انت اسلوبها كتير منيح باير عليك كاميرون شو بدك انت؟ انت الاثنين بدكم تفهموا بعض هي عم تحكي طبيب انسان جاي وعم ما هي هون الفكرة انه انت الجهل بالنهاية حاليا بالوقت الحالي اللي حصل ب 2022 لما تقول انت جاهل وانت عندك انترنت بالبيت وانت عندك موبايل بايدك 24 ساعة وانت عندك كتب ومقصر في مكاتب بكل حارتين بتلاقي مكتبة فيك تروح تقرأ فهذا الجهل صار حاليا بالوقت الحالي انا بشوفه نوع من انواع او بداية الجرائم صراحة بس هلا احنا ما رح نروح لبعيد كتير ونحكي بهالطريقة فهذا الكلام اللي هو عم يستفز هذا الكلام اذا ما بتعمقت مثلا اليوم جيت طيب ما هو الفكره نحن ما عم نعطي فكره لحظه كاميرون معلش كاميرون لحظه ما تزنكم شوي بس كاميرون انا مالي فاتح غرفه لاجي اعلم واحد شويه مساليه ماشي انا فاتح غرفه عم بقول مساليه موجودين ولازم يكون الحقوق انت مو عم تهين انت عم تهين حالك يا مجنون انا بعرف انه المسالية واحد انثى بيحب انثى وذكر بيحب ذكر وفي شخص تاني لحظة بين الذكور اكتر مسالية موجودة وفي شخص مثلا منتي انا بعد سنوات بعمري كنت بلحق بس شبه ماشي ما كنت بحب انا بس بحب وانجاب وتشبر كبه ماشي لحكي لك ياهي بصراحة ماشي فترة من زمن بعدين تركت هاي شغلة تركت هالسوسة عقلت تجوزت عرفت علي شنو؟ ايه في هيك عندك مشكلة شيء؟ عيد المعلومة يا ابو جوز بعيد لك يا بكرة كم في مشكلة كاميرون؟ انت جاي تسأل اذا اخذت ولد هذا ولد رح يطلع مثلي ولا لا يعني انت صرت بتناقش واحد عن الغيب يعني بكرة بدي يموت ولا بدي اعيش يا ترى سوريا بدها تنفجر ولا بدها تنقسم اللي بيعاني مظلومية وبيحكي عن مظلومية ايه ايه بحكي مستفزون مستفزون للأسف يعني اذا كان واحد مثلك عامل حاله الدكتور بالفلسفة وهو ما بيعرف يكتب اسمه هي جريمة عرفت علي شلون؟ يعني انت جبت لي جلطة يا زلمة انا في واحد يا اخي ما حرية موني مجبور اسمع غضبه واعتبره حرية انا مو حر خيو انا انسان دكتاتوري مين قال لك انا حر ومرة طلب روبر لا طلعوا لا صار شيء روبر لا طلعوا خلص أنا مو حر يا أخي مين قال لك أنا حر أنا عم ناقشك في مليون واحد سوري مات مشان شو مشان حري في 500,000 سوري اندفن ما بعرف وين وشو بعرفني مشان حرية 15 مليون صار لاجئ سموه سوريين بالشحات مشان حرية ولسه أنت جاي تناقش يا ترى انت ملحد ولا مو ملحد؟ حطيتك في واحد هلا ملحد مثلي مثلا شلون بيفكر؟ انا لقلك لك في واحد اله خلقنا انا بعترف انه في اله خلقنا مو معقول يجينا كلياتنا لحال بس انا ماني مقتنع بشيء اسمه دين انه بعت رسائل وخلص رصيد معه ما عاد يبعت انا بهي ماني مقتنع ماشي؟ وفي واحد ثاني مثل حاج نوح مثلا بيقول لك خيو هذا الدين مو دين كله حكي فاضي وما في اله هي الطبيعه انخلقت وصارت وفي ملحد ثالث والرابع وخامس وسادس وفي واحد انا بدي اسال شغله في واحد تحت زلمه مثلي بنت مثليه ما اقول شو هو كتب لي قال خيو انت شوف هالعالم اللي موجوده عندك قل له انت شو بتحلم تكون هي سوريا رح تعرف شو هو مثلا رح نبدا من سيد رامي انا من عندي خيو انا بدي سوريا مثل المانيا اذا كانت غير هيك ما بدي اياها ماشي رح احاول اعمل كل شيء لتكون مثل المانيا واذا ما عرفت اعمل هيك ما في أصبت شيء تقسيم إذا ما حدا وقف معي خيو أنا ديعتي بدي قسمه وإذا ديعتي ما اتفقوا معي بيتي بدي عملوا دولة لحالي
الكل شيء عندي انا هيك عالم. سوريا تكون مثل لبنان. تفضل رامي شو اجبنا بنقطع انه مثل اي دولة بدك بالعالم هيك انت شايفون. اول شغله انس كان عم يحكي كلام حلو عجبني. كان عم يقول انه مثل ما عم تقدر يا ابو جورج تفصل بين راي الافراد والتشريعات والقوانين اللي ممكن تصدر الناس المعنيين بالامر.